إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله علم ما كان وما يكون، مطلع على عبده أينما يكون، محصي للحركات وللسكون، إذا أراد أمراً قال له كن فيكون، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا سعادة إلا في القرب منه، ولا فلاح ولا نجاح، ولا صلاح ولا إصلاح إلا في الإخلاص له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. الله هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، سبحانه. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الوحش مجده، والطير تسبحه، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنملة تحت الصخرة الصماء تقدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. أإله مع الله؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه، نبي الهدى وبحر الندى، وأكرم الناس جودًا ويدا. صل اللهم وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، بعثه ربه للإيمان مناديا، وللجنان داعيا، ولمرضاته ساعيا، وللمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. فاللهم ارزقنا محبته، وارزقنا شفاعته، واسقنا بيدي رسول الله يا رب شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، فهي التجارة الرابحة، وبإذن الله العصمة الواقية لما ولاه، وقد قال الله في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. اللهم امنحنا هداك وارزقنا ربنا تقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا يا ربنا بلقياك ومتعنا برؤياك وابعثنا واجمعنا مع الحبيب المصطفى مصطفاك. أيها الإخوة الأكارم، مع ركن هو من أعلى أركان الإيمان ومع معتقد من أعظم ما يعتقد به المؤمن، إي والله، فهو أصل العلوم، أصلها وفصلها، وما هو آت إنما مبني عليها، ألا وهو معرفة أسماء الله الحسنى وبركتها وأثرها على المؤمن. ما أحوجنا إلى أن نتعرف على الله، نعم، فإن في معرفة الله والعلم بالله السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. معرفة مولاك، ماذا تعرف عن الله، من هو الله، من هو معبودك، من هو الملك، معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فهي ضمان وضامن للسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. في أكثر من 30 آية في القرآن الكريم يتكلم الملك ويقول: تعرفوا واعلموا من أنا، هو الله، هو الله. يا أيها الإخوة الأكارم، وعلى رأس تلك الآيات والأدلة على معرفة الله بأسمائه الحسنى قوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته سيجزون بما كانوا يعملون. قالها الملك في عشرات الآيات في أكثر من 30 آية، يقول فاعلموا أو فاعلم، قالها للحبيب المصطفى صلوات الله عليه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قالها الله رب العالمين لموسى عليه السلام: إنني أنا الله. نعم أيها الإخوة، إنني أنا الله العزيز الحكيم. قالها الله رب العالمين أيها الإخوة: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فأيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. تعالوا أيها الإخوة ننقذ الآن أيها الأحبة من الهمم لنتعرف على ملك الملوك، فإن في معرفة الله والعلم بالله فيه الخير. والله لما تعلم عن الله وعن صفاته يستقر أيها الأحبة وتستقر الأبدان وتزكو النفوس وتطمئن القلوب وتنشرح الصدور. لما تعرف من هو الله، لما تتعرف على مولاك، إن كنت فقيراً علمت بأن الذي يغنيك هو الله، وإن كنت مريضاً علمت بأن الذي يشفيك هو الله. لما تعلم أن الله هو النافع والضار لما تخاف، لما تحزن،
تنشغل، والنفع والضر بيد من؟ بيد الله. فتستقر النفوس وتطمئن أيها الأحبة. فلا تستكثر شيئا إذا عرفت من هو الله. إذا عرفت من هو الله لا تقل هناك شيء مستحيل، لأن مولاك قال عن نفسه: إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا عرفت من هو الله صرخت بأعلى صوتك وقلت: كربي مفرج، وهمي ذاهب، ومرضي سيشفى. إذا عرفت من هو الله. نعم أيها الإخوة الأكارم، لأجل ذلك لما استقر في قلوب الصحابة أيها الإخوة الأكارم، ما استقر في قلب رسول الله اطمأنه وعدانت لهم الأرض، لأنهم جعلوا قوله الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. اسمع هذا البيان من ملك الملوك أيها الإخوة، على أنه جل جلاله إن عصى الخلق من أهل الإيمان الملك، قال: يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أيها الأحبة في الله. قل: فيأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا 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 يخافون لومة لائم. لماذا؟ لأن نصيرهم هو الله أيها الإخوة الأكارم. لو تعرفت على مولاك لاطمأن قلبك أي والله العظيم، وعلمت أن الأرزاق مضمونة. لما يا إخوتي؟ لأن الأرزاق والرزق خزائنها ليست أرضية. استريح، لا تتعبناش معاك. الخزائن، خزائن الأرزاق ليست بيد أحد، إنما هي موكولة ليد واحدة، ليد ملك الملوك. فلما أنت محزون؟ لما أنت مكروب؟ وهو الذي قال لك: وما خلقت الجن والإنس إلا يا أخوانا إلا ليعبدون. دي وصفتك، دي شغلانتك، دي مهامك، هذا سبب وجودك. اسمع، وما عدا ذلك إنما هي أسباب. اسمع: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. ليه؟ إن الله هو حصر قصر. في اللغة العربية وفي علوم القرآن يقولون حصر قصر، يعني ليس هناك رازق إلا. اسمعها كويس واطمئن، على ما القلق والخوف. وإلهنا هو الله جل جلاله. اسمع: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي صلى الله عليه وآله من حديث أبي هريرة فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماً، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. ليس مفهومها أننا نحفظها لفظاً، أننا نقول هو الله الذي كما تراه وتسمعه من المنشدين والمنشدات والمغنين والمغنيات. لا 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 لا، قد تجدهم بعضهم يتغنى بها وهو عاصي له، لكن قال أهل العلم معنى أن يحصيها أي إخوتي في الله يحفظ لفظها ويعمل بمعناها ويعمل بموجبها وبمقتضاها. صليتم على رسول الله؟ اسمع، فإنك إن أحصيت هذه 99، واعلم علم اليقين أيها الأحبيب، ليس لله فقط 99 اسم، هذا خطأ. وإلا ماذا نقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي. طب أقسم بجلال الملك، دي تكفينا بس كلمة ناصيتي بيدك بس، احنا ممكن نروح على كده خلاص، خد دي وانت مروح بس.
ناصيتك بيد من؟ خلاص خلاص يا أخي، ناصيتي بيدك، حياتي بيدك، مماتي بيدك، كل ما يقدر لي بيدك. ألا يكفيك أن ناصيتك أيها المخلوق الضعيف بيد القوي القوي الكبير جل جلاله؟ اسمع، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. يا أخي، إن المقدور الذي تعيش فيه هو أفضل قدر لك، ولا تنظر إلى غيرك، بل أصرخ بأعلى صوتك وقل الحمد لله. إن تعطل عضو عندك في كبد أو في كلة أو في كذا، تذكر تلك الملايين من الوظائف التي تعمل في جسمك، واعلم أنك أقل الناس بلاء. إن أكبر مصيبة أن تصاب في دينك، لأجل ذلك كان يستعيذ منها النبي محمد. نعم، وكان سلفنا يستعيذ بها من الله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا إخواننا. صليتم على رسول الله؟ اسمع، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. هذا هو الله يا إخوتي، ماض في حكمك. يبقى عدوك عدوك عدوك، مش صديقك، عدوك يا أخي، عدوك لا يفعل لك وبك إلا ما قدره الله لك. يبقى لما تخاف؟ ليه محزون؟ ليه مكروب؟ لماذا السكر والضغط والكبد بأمور الدنيا، مع أنها كلها بيد من؟ بيد الله، بيد الله يا إخوتي. اسمع، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك، هذا هو الدليل على أن لله أكثر من 99 اسما. اسمع، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. طب ده ممكن كله معروف، طب واللي جاية دي؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي يا الله، ونور صدري، وجلاء همي، وذهاب حزني. هل عرفت من هو الله؟ من هو الله؟ تعالى نسأل أنبياء الله ورسله ماذا قالوا عن الله. صلينا على سيدنا رسول الله. هذا هو إبراهيم، يعطينا موجزا لتعريف ملك الملوك. من ربك يا إبراهيم؟ اسمع، قال: قال الذي خلقني فهو. اللي خلقني ده، سمعت على صفحات النت إن في طلع واحد بيقول أنا خلقت الخلق؟ ده أسلم بسببها أحد الصحابة. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم خلقوا من غير شيء؟ هم كده طلعوا خلاص؟ سبحانه، سبحانه أيها الإخوة الأكارم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو الأكل يا باشا، هو الأكل هو، والذي هو يطعمني ويسقين. يعني شربة الماء لن تصل إلى عروقك إلا بإذن الله. صليتم على رسول الله إخوتي؟ الذي خلقني فهو يهدين، هذا هو الله، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. ويتاني، صليتم على رسول. وإذا مرضت أيها المرضى، اسمعوا هذا البيان من نبي الله إبراهيم، وإذا مرضت فهو، هو بس، فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. حياتك، أنفاسك، آجالك، كلها بيد من؟ تعرف على الله تتعرف على السعادة. والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي يوم القيامة.
ما هو رحمني في الدنيا هيعذبني في الآخرة. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا هو إبراهيم عليه السلام يعرفنا ويعلمنا من هو. أما موسى حينما سئل هو وهارون فمن ربكما يا موسى، من ربك؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قالها موسى لما وقع الأمر وجاء العدو من الخلف والبحر من الأمام، من ربك يا موسى؟ يا موسى أدركنا، خلاص خربت كما يقول بعض الناس. خربت إزاي يا أخي؟ هو الأمر بيد البشر ولا بيد الخلق؟ اسمع من موسى، عدوه من الخلف بجيش جرار على مجموعة قليلة، موسى ومن معه قلة قليلة، وما آمن معه إلا قليل، نوح وكذلك سيدنا موسى عليه السلام ما آمن به إلا قليل. فهذه القلة اصطدمت أمامها بالبحر ومن خلفها العدو. أين الله؟ سوف يجيب موسى الآن. قالوا إنا لمدركون. ها؟ قال كلا إن معي. يا أخي تعلمها لله، تعلمها لله كده لما ينزل عليك مكروب قل كلا إن معي ربي، إن شاء الله إن شاء الله هتفرج، إن شاء الله ديني سيسد، مرضي سيزول، كربي سينفس. قل كلا إن معي ربي. أيوة معي ربي، ما هو اللي خلقني؟ يبقى هو ربي. يا موسى ما فيش حل، لا في حل. عند مين يا موسى؟ قال عند الذي خلقني. كلا إن معي ربي سيهدين. جاءت الإجابة فورية، وأوحينا إلى موسى وهو على البحر والعدو من الخلف، خلاص حيمسكه موسى. قال له ربي وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. اوعى تفكر فحش. قال لك قل سمعت، وإلا لو فكر موسى لهلك. ولكن حاشا لموسى عليه السلام أن يشك في قدرة الله وفي يقينه بالله. اضرب ضرب خلاص، اضرب بعصاك البحر فانفلق. ايه اللي انفلق؟ ايه اللي انفلق يا اخوانا؟ البحر المتحرك. اه والله، بل كان في آية اخرى يا اخواني 12 طريقة، مش طريق واحد، عشان يمشي موسى باطمئنان مش بهرجلة وخوف ورعب. ده 12 طريق، عد براحتك انت واللي معاك. صليتم على رسول الله؟ اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأنجينا موسى ومن معه. في قلب البحر يقول له ربي تبارك وتعالى اترك البحر رهوة، يلا ارجع يا بحر زي ما كنت. فينجو موسى ويغرق من لم يعرف الله، ألا وهو فرعون أيها الإخوة. من هو الله؟ هو الذي إذا ما اعتمدت عليه في بيقين وإخلاص وتجردت من كل ما سوى الله، والله العظيم لن تخزل. يا أخواننا من على منبر النبي محمد، عايز واحد يقف في المسجد الآن يقول لي بصدق وأمانة لله بصدق، أذكر لي مرة اعتمدت على الله فخلفك وخزلك. اذكر لي مرة واحدة بس، مرة واحدة. يلا يا إخواننا العرض مفتوحه، وإلا يا إخواتي أقول لك كاذب من على منبر رسول الله. لأن النبي قال والله من قبله قال وقال ربكم ها ادعوني ها استجب لكم. الله أكبر. اسمع، من ربك الذي إذا ما اعتمدت عليه بأسمائه الحسنى وتعلقت به تعلقا تام، ولو كان كربك مهما كان، واذكر إن تكاربت عليك الأمور والأمراض والظلمات، تذكر نبي الله يونس عليه السلام وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى على مين؟
نادى على مين يا اخوان؟ فنادى في الظلمات، ماليش غيرك، ادي معناها اللي جايه دي، ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طب هو فين؟ الله يعلمه. ده هو في قبر متحرك في بطن الحوت، والحوت يمشي براحته ويروح ويطلع وينزل وكذا. وبالفعل كان النداء لمن؟ للحوت، كما أمرنا بأن يدخل أمرنا بأن يخرج، ولكن بما خرج؟ يوم أن تعلق بالله وبأسمائه فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الإجابة ف لغة عربية الجاية، ف تعقيب وفورية وترتيب على طول. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. بشرى لأمة النبي ختم الآية، لأنها ليست ليونس فقط بل لكل من دعا ليونس عليه السلام، أيوة، بمثل ما دعا يونس عليه السلام. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تعرف على الله بأسمائه الحسنى، تعرف على الله بأسمائه التي لا يعلمها إلا هو، وعلى قدر يقينك في الاسم يكون الفرج. ليس معنى أننا نقول هو الرحمن وهو الرحيم وهو الملك اسما ولفظا وحروفا بدون أن نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أنه هو الرحمن وهو الرحيم وهو الملك وهو القادر وهو المقتدر. أما إنسان يدعو الله وهو إخواني في شك في قدرة الله أن يستجاب له. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، والتائب من ذنبك من لا ذنب له. توبوا إلى الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك وزِد على سيِّدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الأكارم، في قرابة 30 آية والملك يقول فاعلموا أن الله عزيز حكيم، فاعلموا أن الله غني حميد، فاعلموا أن الله عزيز ذو انتقام. عشرات الآيات عدها العلماء، أكثر من 30 آية تقول ذلك، ليعلمنا ويدربنا الملك أن نتعلق بأسمائه. إن كنت في ضيق من الأرزاق فقل يا رزاق ارزقني، واصرخ في الأصحاب بهذا الاسم. وإن ضاقت عليك الأمور قل يا فتاح افتح لي، وإن تكالبت عليك الضر قل مثل ما قال أيوب عليه السلام رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله أيها الإخوة الأكارم، ما تعلق إنسان باسم من أسماء الله الحسنى، والحسنى بمعنى أنها قد وصلت إلى منتهى الكمال، لأن الكمال السرمدي الأبدي الذي لا شك فيه ولا نقد إنما هو لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لأجل ذلك أيها الإخوة الأكارم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل الأنبياء من قبل رسول الله، لما تعلقت قلوبهم بالله وبصفة الله وباسم الله، عاش النبي على هذا المبدأ أيها الإخوة، أنه لا ضار ولا نافع إلا من؟ إلا الله رب العالمين. لأجل ذلك كان لرسول الله مع الأسماء الحسنى حال، وأعظم الأسماء التي لم يسمى بها إلا الله، هناك اسم وحيد فريد ما تسمى به إلا الملك، ألا وهو الله. الله لم يطلق على مخلوق أبدا، هذا ملك الملوك أطلقه على نفسه، فلن تجد له سمية، لن يسمى باسم الله إلا الملك. وقيل هو أيها الإخوة هو الاسم الجامع للأسماء الحسنى، هو الله. لأجل ذلك تجده في البداية وفي النهاية هو الله جل جلاله أيها الإخوة الأكارم. لأجل ذلك من الأمثلة التي تعلق بها اسم الله بقلب رسول الله من النماذج، يوم أن عاد النبي يوما من غزوة من الغزوات
وهو في طريقه إلى المدينة في قيلولة، يعني بعد صلاة الظهر، أراد النبي أن يستريح، وبالفعل خلع النبي سيفه فعلقه على غصن شجرة أو علقه على الشجرة. ثم جاء أحد الذين يرصدون رسول الله، الجماعة اللي هم ماشيين خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المشركين والأعداء، وأخذوا يتتبعون أثر رسول الله. وبالفعل وصل هذا الرجل إلى المكان الذي ينام فيه النبي مع الصحابة، وكان النبي معزولاً عن الصحابة بعيداً عن أصحابه. فجاء هذا المشرك وأمسك بسيف رسول الله والنبي نائم متوكل على الله. أيوة أيها الإخوة الأكارم، ولكن من ظهير النبي؟ ومن وكيل النبي؟ ومن كفيل النبي؟ إنه الله. نعم، أليس هو الذي علمنا أن نقول إذا أردنا النوم باسمك اللهم أحيا وأموت؟ أليس هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك؟ أليست هي أذكار النبي محمد عند النوم؟ فنام النبي مطمئناً هادئاً. فجاء المشرك وأمسك بسيف رسول الله وغمز به في عنق رسول الله. ما هي محتاجة حاجة واحدة بس، أن يضغط هذا الرجل على عنق رسول الله، ولكن قلنا ونقول لن يتحرك متحرك إلا بإذن من؟ إلا بإذن الله. فأمسك بالسيف وغمز به في عنق رسول الله. هل هلع النبي؟ هل ارتجف النبي؟ بل فتح عينيه بإذن الله ونظر إلى المشرك والعدو أمامه، فقال له الرجل المشرك الذي يمسك السيف، قال: يا محمد صلى الله على رسول الله، من يمنعك مني؟ سيف في يده. نعم يا إخوتي. فنظر النبي إلى هذا المشرك وهو يقول له: من يمنعني منك؟ من يمنعني؟ فقال له النبي، والحديث في أتم الصحة، ثلاث مرات: الله الله الله. مين اللي هيمنعك مني؟ هي دي محتاجة كمان، يا عمر يا أبا بكر يا عثمان، ينادي على... لا والله، إنما نادى على الذي هو أسرع إجابة، نادى على الذي لا يغفل ولا ينام. أسماء الله الحسنى فيها حل لكل مشاكلك. فارتجف الرجل فسقط السيف من يده، فتبدل الحال، فأمسك النبي بسيفه. قال: طب أنت الآن من الذي يمنعني منك؟ يا أخويا، عارف أكبر نعمة أن أنت فيها إيه؟ أن لك إله وهم ليس لهم إله.
الأعرابي لما جاء وطاف بالكعبة صوته عند البيت، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة يا رب ويسرها لنا. الأعرابي بدأ يطوف بالناقة وقال: اللهم إني جائع كما ترى، أنا جائع كما ترى، وزوجتي جائعة كما ترى. بيحكي الحكاية مع مين؟ مع الملك. وناقتي جائعة كما ترى، وابنتي جائعة كما ترى، فماذا ترى فيما يرى يا من يرى ولا يرى؟ الأصمعي نايم، سمع الأعرابي بيتكلم بالكلمات دي، قام فقال: يا رجل، كدت أن تقطع وتيني حتموتني بالكلمات دي، سل تعطى. طب نفسك عايز ايه؟ خلعت قلبي بتلك الكلمات، سل تعطى. فقال الأعرابي: عنك عني، لقد سألت من هو أسرع منك إجابة، لقد سألت الله الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني. متأكد أخوي من الحتة دي أنت؟ إن قريب؟ طب على ما تحزن؟ على ما تخشى؟ وليه قلقان من المستقبل وهو بيد الله؟ لقد سألت من هو أعظم منك إجابة. من إن انتهى الأعرابي إلا ونادى رجل في صحن الكعبة: يا أعرابي يا أعرابي، لقد مات ابن عمك وأنت وريثه الوحيد، وقد حملني أمانة 6000 دينار، خذها حتى تعود فتأخذ ميراثك، إنها الأرزاق بيد الله. من الذي اعتمد على الله فخذله؟ من هذا الذي سأل الله فخيبه؟ أسأل الله أن يعلق قلوبنا به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، استرنا ولا تفضحنا، زدنا ولا تنقصنا، فرج كرباتنا واستر عوراتنا. من لنا غيرك فندعوه، ومن لنا سواك فنرجوه. يا إلهنا استرنا سترا يليق بجلالك. اللهم فرج كرباتنا واستر عوراتنا واشف مرضانا. اللهم اشف الحاضرين خاصة، اللهم اشف الحاضرين خاصة، اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى، فأنت حسبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك يا رب العالمين من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تخرج واحد منا إلا وقد فرجت كربه وسترت عيبه وعطيته فوق ما يتمنى. اللهم اجمع شمل أمة النبي محمد من أقصاها إلى أقصاها. اللهم فرج كربات أمة النبي محمد، وحد صفنا، حببنا في بعضنا، اطرش شياطين الإنس والجن من بيننا. اللهم احفظ مصر وأهلها، شعبها، جوها، بحرها، أرضها، سماءها، جميع سكانها رب العالمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى، اكتب لنا صلاة فيه عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وحي الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وأقم الصلاة.